يقول السائل: هل يجوز للمرأة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقة، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. واللعن يقتضي أن هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز للمرأة تزور القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، إنما هذا خاص بالرجال. نعم.